السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد مع مهدي من قناه تيجيتي. درس اليوم الاخوان غادي نتكلموا على واحد 6 تطبيقات مميزه ومفيده للهاتف ديالنا. قبل ما نبداو الاخوان ما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش، والاخوان اللي مشتركين ما تنساوش تفعلوا الجرس باش وقت ما نلوح شي فيديو توصلوا به نتوما الاولين. نبداو على بركه الله الاخوان مع التطبيق الاول اللي هو تطبيق بيج بروفايل فوتو. كما كتشوفوا هذه هي واجهه التطبيق. هذا التطبيق كيخليك انك تشوف اي صوره ديال اي شخص على الانستغرام. كيفما كنعرفوا في انستغرام ما يمكنناش نشوفوا الصوره ديال البروفايل ديال الشخص. كيفما غتشوفوا مثلا انا غندير واحد التيست حداكم، كيفما كتشوفوا غندير تيجيه مثلا نختاروا هذا البروفايل. هذا كيفما كتشوفوا اي بروفايل ماشي غير هذا، اي بروفايل ما يمكنكش تشوفه. فشنو غادي نديروا؟ كنجيو لهاد ثلاثه الشرات اللي الفوق وكنضغطوا على كوبي لير بروفايل، كنكوبيو اللين وكنرجعوا للتطبيق الاخوان اللي هو هذا. نتسناو هذا الاشاره هذا الاخوان يدوز، فهو اشهار اللي قصير ما طويش. وكنجيو لهنا الاخوان تنضغطوا ضغطه مطوله وتنكليكيو على باست. كيف ما كتشوفوا كيعطيك الصوره ديال البروفايل ديال الشخص، ويمكن لك انك تيليشارجيها وتخليها عندك. فالتطبيق مفيد اللي بغى ياخذ مثلا صوره او لا صوره البروفايل ديالو، مثلا شي كونت مشالو في انستغرام محتاج ديك التصويره ديال البروفايل. فهذه طريقه باش انك تولي تسترجع الصوره ديالك او لا صوره ديال اي شخص ممكن تاخذها. ندوزو على بركة الله التطبيق الثاني اللي هو تطبيق اكواما الاخوان اللي هو هذا. التطبيق موجود في جوجل بلاي، انا نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. كيعطينا هذه الواجهه الاخوان، كنضغطوا على صوتي. كما كتشوفوا التطبيق فيه العديد والعديد من الافلام ومع الترجمه كذلك. نقوم بتجربه مثلا هذا الفيلم الاول، كما غتشوفوا معنا غادي يعطينا اما يمكن لك تيليشارجيه ضروري الاخوان اشهار مره غيخلي لكم اشهار، ولكن غير في الاول ماشي ملي كتخدم ماشي ملي كتخدم مثلا الفيديو. ندوزو مثلا الاخوان هذا الاشهار هذا، كيفما غتشوفوا كيعطيك هنا اما تيليشارجي الفيلم الا بغيتي تيليشارجي، او لا انك تفرج في الفيلم كيفما غنشوفوا جميع مع الترجمه. كيفما كتشوفوا الفيلم هو هذا، اي فيلم في هذا التطبيق هذا فهو مترجم وبالجوده العاليه بطبيعه الحال. يمكن لكم من هنايا تكبروا الصوره كيفما كتشوفوا وتشوفوا بصوره ممتازه فول سكرين. يعني تطبيق ممتاز الاخوان لمشاهده الافلام، فقط خاص بالافلام ومع الترجمه. اي فيلم تما الاخوان فهو مترجم. التطبيق الثالث الاخوان هو تطبيق دويد ليدر، تطبيق المكالمات الوهميه. يعني لو بغيتي انك تفكم شي واحد وبغيتي انك تنوض تحتاج هذا التطبيق هذا، كان شخص ما كيتصل عليك حقيقي وكتجاوب وكتمشي مثلا في حالتك. مثلا نختاروا هذا كيعطينا هاد الواجهة هادي، كنختارو فو ابيل. يمكنك تختار ايميل يوصلك ايميل، يمكنك تختار ميساج، يمكنك تختار رابيل، يمكنك تختار تويتر. انا غنختار فو ابيل، غنعطيوه اوتوريزي الاخوان. غنختارو ابيل تليفوني كنخليوه. يمكنك تختار ابيل في واتساب او لا ميسنجر او لا انستغرام او لا تيليجرام. غنكتبو السمية ديال الشخص اللي غيتصل بينا. انا غنكتب مثلا مهدي كيفما كتشوفو. هنا غندير مثلا اي رقم، غندير اصفار مثلا للتجربة. وهنا الاخوان كتختار الرقم ديال الشخص اللي غيتصل بك، المده لانه بغيتي يتصل بك فيها. انا غنختار مثلا اقل مده اللي هي 15 ثانيه، وغنضغطوا على علامه الصح ثم تنضغطوا اوكي. غنعطيوها الاخوان لوتوريزاسيون، كيعطينا هذه الواجهه هذه باش نعطيوها لوتوريزاسيون هي هذه دويت ليدر. غنعطيوها اوتوريزا الاخوان ونوليو نرجعوا. كما كتشوفوا بعد 15 ثانيه غادي يتصل بنا الشخص الوهمي اللي احنا اختارينا الرقم ديالو والاسم ديالو. غادي نتسناو كيفما كتشوفوا اوناتو، وغادي يتصل بينا الشخص كيفما غادي تشوفوا معنا بعد 15 ثانيه. كيفما كتشوفوا هو تيتصل، يمكن لك تجاوب عادي كانك كتجاوب شي شخص وكتدوي معاه. فبالتالي هذا التطبيق مفيد بزاف، تحتاجوه ضروري غادي تحتاجوه. كيفما قلت لكم الروابط ديال هاد التطبيقات غتلقاوهم اسفل الفيديو. التطبيق الرابع اللي معنا الاخوان هو تطبيق جولد تي في. كما كتشوفوا هو تطبيق خاص بمشاهده القنوات. اول ما كنفتحوا التطبيق الاخوان كيعطينا هذه الواجهه هذه. انا ديجا دخلت ليه باش عطاني هذه الواجهه. اولا فاش كتفتحوها الاخوان كيعطيكم هذه الواجهه، كتضغطوا على فري اكونت، يعني اكونت غير مدفوع مجاني. من بعد ما غادي يعطينا هذه الواجهه اللي وريتكم، كنديروا فري اكونت. كيعطينا هاد الواجهة الاخوان كيف ما كتشوفوا، غادي نختاروا فري تي في كيف ما كتشوفوا، وكيعطينا جميع القنوات.
مثلا قنوات بي ان سبور هما الاولى الاخوان، كما كتشوفوا كنختاروا مثلا اي قناه، انا غنختار مثلا هذه كما كتشوفوا، كتختاروا القنوات اللي بغيتوا. جميع القنوات هي شغاله بجوده عاليه الاخوان، وغتشوفوا انا ندور لكم باش تشوفوا مزيان. كما كتشوفوا هادو هما القنوات، كتختار فقط القناه اللي بغيتي وتتفرج فيها بجوده عاليه. كما كنشوفوا كاين العديد والعديد من القنوات. التطبيق ايضا يحتوي على افلام مترجمه كذلك حسب الدول، يعني باش انا نجربوا مثلا قنوات الافلام، غادي نرجع الاخوان للتطبيق. كما كتشوفوا القنوات فهي شغاله بجوده عاليه، الجوده ديالها ممتازه. غادي نرجع في حال هكا الاخوان، كنجيو الموفيز 1 هي هادي كنضغطو عليها. هنا جميع الافلام يعني حسب الدول، نختار مثلا ارابيك، ثم نختار مثلا شي فيلم، مثلا اي فيلم ضغطتو عليه كديرو بلاي ناو وتقوم بالاشتغال الاخوان كيف ما كتشوفوا. هذا هو الفيلم الاخوان كيف ما كتشوفوا. نختار مثلا العربيه باش اننا نشوفوا الافلام مترجمه، هنا انجليش، اختاروا عربيه، اختاروا اي فيلم هنا فهو مترجم. نختار مثلا هذا، هنا يمكن لك تشوف التريلر للفيلم، نديرو بلاي ناو باش نشوف الفيلم كامل كما غتشوفوا الاخوان. هذا هو الفيلم ديالنا كما كتشوفوا، فهو مترجم، يعني العديد والعديد من الافلام فهي مترجمه في هذا القسم ديال الخاص بالعربيه. غادي نرجع في حال هكا الاخوان باش اننا ندوزو للتطبيق الاخر. فالتطبيق مميز كما قلت لكم، غتلقاو جميع الروابط اسفل الفيديو. ندوزو على بركه الله الاخوان التطبيق الخامس اللي هو تطبيق ليد كيبورد، التطبيق اللي كيخلي الكيبورد ديالك على واحد الشكل اللي هو زويون. غنديرو كومونسي، كنديرو داكور الاخوان، من بعد كنمشيو ليد كيبورد كنديرو لها اكتيفي اوكي كيف ما غتشوفوا. غنديرو ليد كيبورد، غنختارو التطبيق، من بعد غنديرو اكسيدي لابليكاسيون ليد. كما كتشوفوا كيعطينا العديد والعديد من الاشكال، يعني كتختار الكلافي اللي بغيتي واش ملونه او لسه تختارها. مثلا نختاروا شي وحده من هادو الاخوان، نختاروا مثلا هذه، نتسناو الاخوان هاد الاعلان ثم نضغطوا على فيرمي. كيف ما كتشوفوا اوبتونيغ لو تيم، كيف ما كتشوفوا معنا كيفاش كيولي بواحد الجماليه زوينه، كيعطي اللمسه لواحد الهاتف ديالك لمسه زوينه. ندوزو على بركة الله الإخوان للتطبيق الأخير اللي هو تطبيق الإخوان فانتوم بلو. هذا صراحة الإخوان تطبيق جميل لمشاهدة القنوات والأفلام. فالتطبيق شنقولكم تطبيق رائع، فيه واحد الجودة ممتازة. أولا الإخوان كيعطينا هاد الواجهة هادي كيفما غتشوفو معايا، كنضغطو على أونتخي، تنتسناو على ما يدير تغميني جميع المراحل ديالو. كما كتشوفوا تيحمل داك المسائل ديالو لي بي في تيرميني تيرميني، من بعد تنعطيوه اوتوريزي. كما كتشوفوا الا ضغطت على بارامتر ومشيت للاكونت كيعطيني هنايا حتى 2022 شهر 7، ونضغط اوكي مثلا. غنرجعوا نضغطوا على هاد الخانه هادي، كما كتشوفوا هنا قنوات بي ان سبور، كما غتشوفوا جميع القنوات فهي تشتغل. كما كتشوفوا هذه القناه الاولى، نختاروا عاوتاني قناة أخرى كيفما كتشوفوا، هذه البريميوم ديال اليمين، اختاروا مثلا بإن سبور وان، جميع القنوات شغالة الإخوان بواحد الجودة ممتازة كيفما كتشوفوا، القنوات شغالة بجودة ممتازة. غادي نختاروا عاوتاني مثلا واحد القسم آخر، نختاروا شي قسم آخر مثلا كيفما كتشوفوا هنا جميع قنوات بإن سبور، الأخبار. كيف ما كتشوفوا القنوات شغاله بواحد الجوده ممتازه، يمكن لكم تختاروا عاوتاني على حسب الدول، قنوات شاهد او قنوات نتفليكس، مثلا نتفليكس اكشن كيف ما كتشوفوا القسم الخاص بالافلام، يعني يمكن لكم تختاروا حسب الدول. كيف ما غادي نشوفوا جميع، غادي نهبطوا مثلا هكذا قنوات الافلام مصر كيف ما كتشوفوا، قنوات لبنان، قنوات السعوديه، نختاروا المغرب مثلا، نختاروا الدوزيام كيف ما كتشوفوا. فالقنوات تشتغل بواحد الجوده اللي هي ممتازه كيف ما كتشوفوا الاخوان. اختاروا مثلا
المغربية هكذا كيف ما كتشوف القنوات فهي شغالة بواحد الجودة ممتازة. كان هذا هو الفيديو ديالنا الإخوان، ما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش. شكرا على المشاهدة ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. الى اللقاء.